فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يبعث الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم التي قد توفوا عليها، أم أن أعمارهم تكون يوم القيامة متساوية؟ هل يبعث الله العباد على أعمارهم التي قد توفوا بها، أم لديهم يوم عيدهم الله؟ عيدهم الله من جديد، عيدهم الله من جديد، ما هم مثل خلقتهم في الدنيا. نعم.